هنا في خط التماس بمريسة تتعرض قراها لقصف ميليشيا الانقلاب المتواجدة في جبل ناصة الذي يعد أرفع قمة جبلية شمال محافظة الضالع، ويطل على الخط العام الرابط بين صنعاء وعدن، كما يشرف على قرى مريس والعديد من مناطق العود. هذا جبل ناصة المطل على بعض قرى مريس أو أكثر قرى مريس، منها رماه والرحبة وسوان وحجلان ويعيس، وهي تتعرض يوميا لقصف عشوائي للأحياء السكنية. جبل ناصة تحول إلى مصدر موت لسكان القرى المجاورة، فالقصف والقنص يتجدد غالبا على قرى رمة وحجلان وسوان، مخلفا أبرياء من المارة والساكنين، كان آخرهم الشهيد الضحياني، ناهيك عن أضرار بالغة في المنازل والممتلكات، بالإضافة إلى عملية نزوح شهدتها المنطقة فرارا من نيران الميليشيات العشوائية. هذه القرى التي أصبحت اليوم أهلها شبه مهجرون، نزحوا العدد من السكان نازح من هذه القرى، كذلك تضرر في المنازل، هناك خسارة في الأرواح، عدد من يعني الشهداء سقطوا في هذه القرى، وهذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيحاكم مرتكبوها عاجلا أم آجلا. القصف لا زال 24 ساعة يضربوا علينا، مدمرين في البيوت ومحاصرين، والوديان يضربوا إلينا على الطرقات. بقاء خط دمت مفتوحا من الجهة الشمالية ساعد الميليشيات على إيصال تعزيزاتهم العسكرية، الأمر الذي مكنهم من البقاء في قمة جبل شاهق وسط قصف مدفعي للجيش الوطني، قصف قلل من عملية استهداف الأهالي، لكنه لم يفلح في إسكات رصاص الإنقلابيين المستمرة في ظل مناشدات لطيران التحالف بالتدخل إنقاذا لأرواح الأبرياء من آلة الموت الحوثية. نطالب قوات التحالف الدولي بسرعة إنقاذ المنطقة من هذا الجبل الاستراتيجي الذي مطلع عليه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في إنقاذ المواطنين وأحياء الأسر من النزوح من هذه المنطقة. رغم محاصرة المقاومة لجبل ناصة من عدة اتجاهات، إلا إن إسقاطه بات أمرا ضروريا إنقاذا لأرواح المواطنين الذين يتساقطون ليل نهار من أمام جبل ناصة. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.